فريق اختيار فريق هابط من الدرجه الثانيه. طيب لو عايز تبتدي من الاول الكونسبت بتاع زاد نفسه ايه؟ الكونسبت بتاع زاد او الفكره بتاع زاد جت ازاي؟ الفكره بتاع زاد جت بعد كاس الامم لما حصل ان منتخب مصر طلع من دور 16. الاونر بتوع النادي هنا كانوا بيفكروا وبيقولوا احنا ليه ما عندناش عدد من اللعيبه المحترفه كتير، وليه ما نحاولش نخلي زي ما في محمد صلاح وتريزيجيه، ليه ما تخليش في 50 60 واحد زي محمد صلاح وتريزيجيه، وانت في الاخر ده دور مجتمعي وفي الاخر هياثر على الرياضه المصريه والكره المصريه بشكل عام. فكان الاتفاق ان احنا النهارده نبتدي بمشروع يعتمد مينلي على البراعم والناشئين، مش رايح لفريق اول. فريق اول انا مش هقدر اعدل حاجه لسه في الفريق الاول. فالفكره بتاعتي مش ان انا اشتري نادي ب 140 150 مليون جنيه واصرف الفلوس دي على فريق اول ومعرض للهبوط ومعرض ان هو يحصل له 100 مشكله، لا انا اصرف الفلوس دي على ناشئين وبراعم اطور ادائها من صغرها، تاخد اللي انا عاوز اديه لها بالشراكه اللي انا عاملها مع بروسيا دورتموند مع الناس دي كلها، واقدر انقل لهم كل اللي عندنا والتجارب اللي عندنا، واطلع بشباب بادي من تحت 2013 يطلع معايا لحد الفريق الاول. هو ده البيز اللي انا هشتغل عليها، ان انا عندي قاعده ناشئين كويسه وفيها لعيبه كويسه ومميزه، وهطلع بيها فريق الاول، تبقى نوت الفريق الاول بتاعي. انا مش محتاج ان انا اشتري لعيبه ب 140 150 زي الانديه الثانيه، لا بالعكس انا عاوز ادي فرصه للناشئين بتوعي واشتغل معاهم واطور مستواهم. فجت الفكره ان انا مش فارق معايا الفريق في الدوري ممتاز، على قد ما فارق معايا ان انا اخد نادي اطور قطاع ده الناشئين بتاعه والبراعم واطلع بيهم واحده واحده لغايه الفريق الاول. واللي بيتصرف على فريق الاول الميزانيات اللي بتصرف على فريق الاول الاحسن انها تتصرف على لعيبه صغيره وطور ادائها احسن 100 مره من الموضوع الفريق الاول. الدرجه الثانيه لو انت عارف المتابع النظام بتاعها، احنا بنلعب ثلاث مجاميع، مجموعه القاهره مجموعه بحري ومجموعه الصعيد. الفرق بتاعت مجموعه القاهره تقريبا السنه دي اقوى من الدوري الممتاز، ثلاث ارباعها انديه جماهيريه، في فرق كويسه جدا 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 كانت في الدوري الممتاز عندها الخبره بتاعت الدوري الممتاز. نازل لك فرقتين، واحده زي الانتاج الحربي، واحده زي دجله، عندك الداخليه، عندك بتروجيت، عندك القناه، عندك المريخ، عندك انديه كتير قوي قوي قوي. المجموعه مش سهله، احنا كل اللي عملناه احنا طورنا شكل الفرقه، عملنا احلال وتبديل وتجديد، وجبنا فرق لعيبه كويسه جديده عندها شايفين ان احنا انها عندها طموح انها تطلع دوري ممتاز. من الاول القرار متخذ ان احنا نحاول نطلع دوري ممتاز السنه دي، فاحنا عملنا اللي علينا، جبنا الفرقه وان شاء الله ربنا سهل ونحاول نصعد السنه دي. يعني هو ده الكونسيبت بتاعنا، هنحاول نصعد السنه دي ان شاء الله. بص احنا عندنا اداره كويسه جدا ومحترمه جدا، ويعني ومعانا تكنيكال بورد كمان برضو في لعيبه كويسه، يعني لعيبه كبيره، يعني واحد زي حازم امام، ميدو، احمد حسن، زيدان، عماد متعب، الناس دي برضو بتدي ارائها الفنيه. فاحنا بنقعد قبل بدايه الموسم وبنحط الاستراتيجي او المطلوب يتعمل يتحقق السنه اللي جايه، وهتبقى بلان احنا بنتكلم فيها. ايه الهدف؟ انا الهدف ان انا اطلع بالناشئين بتاعتي واكمل، ولا الهدف ان انا اخد مثلا في المربع الذهبي، ولا الهدف ان انا ابقى موجود في التيبل مثلا في مكان سيف، او يعني الكلام ده كله بيتحدد على حسب البلان اللي بتدرس في اخر الموسم. فده سابق لاوانه، بس احنا ان شاء الله يبقى في دماغنا ان احنا نعمل نادي كويس وفرقه كويسه. والله بقيت في مكان كويس، الطموح بتاعك السنه اللي وراها هيبقى انت تبقى في المربع الذهبي، الطموح اللي بعديها ان انت واي نوت ان انا نافس على كاس، انافس على دوري، او يمكن الدوري صعب شويه فنافس على بطوله كاس مثلا. فهي بتتقاس سنويا على حسب الـ يعني الاستراتيجي اللي ماشيه ايه، بس ما اقدرش احددها لك دلوقتي. يعني قطاع الناشئين مش هيبتدي قبل شهر 11، احنا ابتدينا زي سوفت اوبننج كده، بنتمرن ثلاث مرات في الاسبوع، وبعد كده ده في اول 8، وبعد كده ابتدينا نزيد الجرعات التدريبيه لاربع مرات الفترة الأسبوعين دول أو الأسبوعين الجايين دول، خمس مرات إلا لو الدوري هيبتدي في شهر 11، هيبقى بدري قوي إن أنا أعمل خمس مرات في الأسبوع. البلان معمولة مبدئياً اللي هو همشي استدي جداً لحد ما أشوف نظام المسابقة ينزل إزاي. لسه في الناشئين، الفريق الأول هيلعب أول ماتش تقريباً آخر يوم في شهر 29، واحد اللي هو خميس جمعة سبت، آخر أيام في الشهر، أول أيام في شهر 10. فترة الإعداد ابتدت واتعمل معسكر داخلي هنا واتلعبت فيه ماتشات ودية وماشيين كويس، وعملنا انتدابات للعيبه كويسه، وجايبين عاملين هيكل فرقه كويسه، احنا شايفين ان هو كويس وعنده القدره ان هو ينافس على الصعود ان شاء الله. وبين الفريق الاول بيتمرن كل يوم وبيلعب ماتشات وديه لحد ان شاء الله بدايه الدوري.
لا احنا عندنا الاسماء اللي هو اللي بتاع لعيبه الدرجه نفسها يعني من الدرجه نفسها يعني اللي هم عندهم اكسبيرينس ولعبوا درجه في الدرجه دي كتير ولعيبه كويسه والناس كلها عارفه اساميها في الدرجه دي واحنا عندنا شعور ان احنا يعني احنا اوريدي عندنا لعيبه جالنا ليها عروض للدوري الممتاز من اللي هم لعيبه اللي ما كانش حد يعرف عنهم حاجه في الدوري الممتاز بس اساميهم سمعت لان الماتشات بتتنقل دلوقتي ف يعني انا شايف ان احنا عندنا لعيبه ممكن تلعب دوري ممتاز وتتباع في الدوري الممتاز عادي جدا انما الصفقات اللي احنا جايبينها كلها السنه دي تقريبا الصفقات بتاعت اللعيبه المعروفه في الدرجه دي وتقدر تمشي معاك على البلان بتاعتك انها تساعدك بخبراتها في الدرجه دي انها تطلع دوري ممتاز ويبقى عندها القدره انها لو كملنا وطلع دوري ممتاز تكمل معانا ودي معادله برضو انت بتشوف السن وتشوف الخبره ان انا السن بتاعه صغير يقدر يكمل معايا وخبرته ان هو يقدر يطلعني من الدوري الدرجه الثانيه للدوري الممتاز ويقدر يكمل معايا احنا هنحاول في اضيق الحدود ان احنا نجيب لعيبه كتير قوي وتمشي اللعيبه اللي عندك يعني مش عاوزين نعمل كده لا طبعا هو انت هتحاول على قد ما تقدر تطلع لعيبه معاك في الدوري الممتاز ولو حصل ان انت تقدم لك عروض المشكلة ان انا حتى اسم كلمة ان اللعيب ده ناخده من ذات ده في حد ذاته ماركتنج ليا مفيش مشكلة خالص واحنا عندنا ناشئين النهاردة عندنا حد بيختبر في بروسيا دورتموند في المانيا وعندنا لعيبة يعني مطلوبة مننا بالاسم في قطاع الناشئين في الاندية الكبيرة الاندية بتاعت الدوري الممتاز فلا هي البلان بتبقى مختلفة او متعددة يعني ان انا النهاردة ممكن استثمر ابيع لعيبة في وقت وان انا صعد لعيبه عندي في الدرجه الاولى في وقت وان انا اصفى لعيبه بره في وقت بس انا مينلي احنا بنشتغل اصلا ان انا ازود عدد المحترفين في مصر فلو جات لي فرصه ان انا اطلع لعيبه بره مصر اكتر هيبقى دي اللي هنعمله